هل تعلم أنه 99% من الكائنات اللي عاشت على الأرض انقرضت؟ اليوم رح أرجعك بالزمن 500 مليون سنة لورا وأعرفك على أعظم الانقراضات اللي صارت على الأرض. She makes awesome videos. في آخر 500 مليون سنة، أيام ما كنا مش موجودين، صارت 5 موجات انقراض مدمرة قضت على أكثر من 99% من الكائنات. يعني كل الكائنات اليوم يا دوب تشكل 1% من كل الكائنات اللي عاشت على الأرض ever. أول انقراض ضخم وجماعي صار قبل 444 مليون سنة. كانت الحياة وقتها معششة بالمياه الضحلة. أجت يا معلم طبقات جليدية غطت أغلب المحيطات وحبست المي والكائنات البحرية تحتها، الإشي اللي خلى كل هاي الكائنات باي باي. بس ليش كل هذا الجليد؟ العلماء لما درسوا الصخور بهديك الحقبة لقوا إنه فيها تآكل للسيليكا، ولقوا إنه هذا التآكل صار نتيجة امتصاص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون اللي هو غاز دفيق بيمتص الحرارة. لكن بوقت الانقراض الأول قلت نسبته كتير نتيجة امتصاص الصخور لإله، فانخفضت الحرارة كتير وصار في جليد. هذا الانقراض الأول اسمه الانقراض الأوردوفيتشي السيلوري، أوردوفيتشيان أوردوفيتشيان سيلوريان. أما تاني موجة انقراض صارت قبل 365 مليون سنة، وقتها قضى على 85% من كل الأنواع. إيش اللي صار؟ وقتها انفجرت مجموعة براكين وعينك ما تشوف إلا النور، حمم حارقة على غازات دفيئة على أمطار حمضية، وهذا اسمه الانقراض الدينوفي. لكن مش بس البراكين هي اللي ساهمت بهذا الانقراض، كان في شريك تاني سري، النباتات مدت جذورها واخترقت الصخور فانطحنت وصارت تربة مغذية ووصلت على البحر، الاشي اللي زاد كتير تكاثر الطحالب. والطحالب مع انها بتصنع اكسجين بالنهار بس بتستهلكه طول الوقت زي كل الكائنات التانية، فسحبت الاكسجين وحجبت الشمس عن الكائنات البحرية اللي تحتها، فقلت نسبة الاكسجين كتير هناك، وكل الانواع اللي ما عرفت تتأقلم مع الوضع الجديد باي باي. زي سمكة الدانكليوستيوس، صح متأكد من معلوماتي. فاست فورورد لقبل 253 مليون سنة صار أكبر انقراض معروف بالتاريخ لدرجة أنه سموه الموت العظيم، The Great Dying. يمكن سموه هيك لأنه الانقراض الوحيد اللي أثر على الحشرات كمان. الهلاك العظيم قضى على 90% من الكائنات على الكوكب. ومين كان مسبب فيه كمان يا ترى؟ البراكين. وقتها انفجرت سلسلة براكين ضخمة بسيبيريا لدرجة انها وصلت لمخزون الفحم بالارض وولعته، الاشي اللي بعث 5 تريليون طن من ثاني اكسيد الكربون بالجو. يعني لو حرفيا اخذنا كل الوقود الاحفوري اللي موجود وحرقناه رح يطلع بس 5 الكمية اللي طلعت بالهلاك العظيم. يما مش بس هيك، من كل 4 انواع انقرضوا 3، وانقضى على الغابات، والبل كمان وصل للمحيط، انقضى على أكثر من 96% من الكائنات البحرية. يعني الهلاك العظيم يعتبر أسوأ كارثة صارت بتاريخ الأرض للحياة. يعني الهلاك العظيم اسمه العملي الانقراض العظيم اسمه العلمي، الانقراض البرمي والترياسي. أنا مش بعرف، اسألني عاجة إني مش فاهم أي عاجة من اللي بقولها. برميان ترياسيك إكستينكشن. أما آخر وأحدث انقراض عظيم والأكثرهم شهرة هو اللي صار قبل 65 مليون سنة وانقرض فيه أكثر من 75% من الكائنات اللي على الأرض وأشهرها الديناصورات، وهو الانقراض الوحيد اللي مرتبط بكويكب. أجا كويكب ضخم وبيمشي بسرعة 72 ألف كيلومتر بالساعة باتجاه الأرض وضرب بالمنطقة اللي معروفة هلا بالمكسيك، تشيكسولوب كريتر. وقتها احترقت الغابات وصار في تسونامي ضخم وظلت السماء سودة لشهور بسبب الحطام والغبار. طبعا الإشي دمر السلاسل الغذائية، قضى على أغلب الكائنات again typical، وماتت الكائنات وحزننا عليها كثيرا، ولكن لم نحزن كثيرا كثيرا لأننا لا نعطي الشت تجاه الكائنات الأخرى. المهم إحنا كمان انخفضت درجات الحرارة، الإشي اللي علق العالم بشتاء بارد وطويل. لكن رغم كل هذا الدمار في كائنات نجت، اللي إحنا منهم مثلا نجو، شابو إلنا نجينا من آخر 5 وينقرضوا مع السلامة. هاي الكائنات كلها أصلا مسخرة إلنا، وفي منها كتير عاد بروح بيجي غيره.
لا استنى، انقراض أي نوع بيعمل خلل بالنظام البيئي، يعني الضرر رح يوصلك رح يوصلك عن طريق كائن بتاكله بتزرع فيه بتستخدمه بطريقة أو بأخرى. صح، هدول الانقراضات الخمسة اللي حكيناهم ما إلنا أي إيد فيهم، لكن أصابع الاتهام تتجه لنا حاليا بسبب تسببنا بانقراض سادس عظيم قادم. ليش؟ بسبب النشاط البشري على كوكب الأرض، وكله بسبب طريقة تعاملنا مع الكوكب اللي عندنا فرصة واحدة، إذا ضيعناها ضيعناها، ما في حل تاني، ما في فرصة تانية، باي باي حياة. المهم احكوا لنا، خايف على حالك تنقرض ولا بتستنى النيزك؟ شو هو الانقراض بالنسبة لك؟ انقراض الجنس البشري مثلا ولا انقراضك انت بس؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. سلام.